Gençlerimize faydalı olsun diye Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresini okuyacağım. En büyük ayetini okuyacağım. Bir de abdestten sonra Peygamber Efendimiz'i okuyup tavsiye burada Kadir suresini okuyacağım. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Zemin hocam da burada. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم. عز سلطان.